فريق الأسترالي غدا دور الأربعة. كوريا الجنوبية تنتظر بعد لقاء يجمع إيران والصين تايبي ليلتقون غدا أيضا في دور الأربعة. وصلنا إلى الأربعة غدا الجمعة إن شاء الله. يوم السبت هو ختام البطولة إن شاء الله. فريق الصيني كان بعيد مشتت شوية وسيطر سيطرة كاملة. الياباني الآن الدور الياباني لازم بالحركات السريعة ممكن يخلص أموره، لكن إذا بيتم على هذه الوضعية وحبة حبة وشوية شوية ممكن يخلصها. هذه كرة هذا المدمر وتعود، شوف شالها عطاناك لف 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 شات ترتد مرة ثانية، هذه خلفية عطا 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 جابها. يا أخي عنده لمسات سحرية فيها 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 إيدينك، كلنا فهمنا عشان بس على الأقل نسوي شيء. ها شوف الإرسال ياباني في الشبك، هذا مدحناك. ثالث، هل تستمر بالأداء الأفضل؟ هذه كرة حلوة حلوة حلوة، خمسة شاد زا 89 زاو 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 عطا واحدة شالها راحت جابت. نقول لازم ينوعون، راح يحيرون الصينيين ويخلصون الشوط، غير هالكلام الصين ممكن. الثالث راح راح للصين راح. الرابع يلا، ما في في اليابان كلها ها شوية تطوال يعني، هذولك صاروا مسوين كذي. هذه كرة الآن الله الله الله، شوف وين قاعد برا الملعب وشالها وراجابها وشدت حمد حمد راحت جابت نقطة التعادل 4-4. يا كرة اللقطة العلوية، اللقطة الكاميرا العلوية عشان نشوف نشوف التحرك. تعادل، سلامات سلامات، لا يكون لفة ريلة يعني. هني شايفين شايفين اللقطة الحركة اللي يصيب فيها. هذه كرة الآن طويلة تعود خلفية حلوة خلاص، هو هذا الراجم الراجم الراجم. الإرسال الفريق الياباني وهذه كرة داخل الملعب وخمسة الرابع احنا معانا يعني ما فرقت رابع ورحنا خامس بالكثير يعني خلاص انت يعني في الحسبة دائما تقول، لكن منو اللي خلص؟ منو اللي يروح يلاقي اسرائي؟ من يصل الى قبل النهائي قدا الاهم، منو اللي يخلص؟ هذا الكلام. اليابان هي رايحة، هي المستضيفة لطوكيو، نعم هي تبي البطولة الأولمبية. راح يتم ثمان فرق تتنافس على الصعود للنهاية طويلة وخارج خارج الملعب. وفي هذه المباراة إرسال طويل، عطنا الصورة هناك في العلوية خلينا نشوف. وهذه هجمة صينية، ستة الفريق الياباني وتعود فيها حملة أو كرة مزدوجة. كرة مزدوجة صح، ضربوا وقت الفنية تقدم فريق الصيني. ستة ثمانية ستة، هل يستمر التفوق الصيني؟ اليابان بدأ أقل. كرة خارج الملعب، هذه خارج الملعب، لا خارج الملعب، رأيي خارج الملعب. كابتن إبراهيم خليك معاي، ما عليك منهم. شوفوها 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 بالزاوية اللي هناك، شايف خارج الملعب. إذا لمس أنا معاك، تتش فيها تتش
إذن لمس هذه شكله الصيني ناوي علينا والياباني شوية أقل. وهذه نقطة لازم يلعب الكرات السريعة حتى لو بشكل سريع يخطفه خطف الفريق الياباني. ممكن يلعب الألعاب الخلفية. المهم الراجم الآن على الإرسال. يلعب إرسال طولها. الإرسال قوي للمنتخب الصيني الآن تعود يابانية خلفية. والصين اليابان صين الفريق الصيني للشوط الخامس وشكل الياباني ضاعوا شوية. وصافرة العماني يلمس الشبك على الصيني. شوف 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 شايفين شايفين يصيدها لكن بالجنب اكيد. عموما النقطة الان 9 الصين بدأ افضل واحسن عمليات الهجومية استقل كر على الياباني صح. بس الياباني صراحة عمل جو في الشوط الاول والثاني كل الجو. الصين الان يلعب ويرجع بقوته. الدور على اليابان شو تسوي؟ وشوف نجح فيها القوة قوة ما منا فائدة. شوف 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 شلون لعب من الجانبين للأمان. وهذه كرة طويلة وديتها بر. الكرة الآن يابانية وهجوم قوي. عرب يوكي والله كنت تشوت لك شوتات ما ترد تكوي كوي. لكن الآن وين اختفيت شوية اختف. يلا يا ترجع يا تروح برا برا. وهذه كرة الآن جابوها الصينيين. 5 شوف يلف ويحطها بزاوية صعبة. ونقطة 14-11 الصين. الصين ناوين ناوين الصين وحطها حط. شلون حطها؟ حطها حط. 12-14 شوف 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 يا سلام. الإرسال لياباني. ياباني يا سلام على الإرسال فكرني ثاني. هذا هو الإرسال وتعود وتلعب ويا سلام ترتد تنزل وين حطها؟ عطني هني شا يا 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 هم معترضين على كرة. شوف 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 للي شيت للي تصرفت. نسمع فيه في الكرة يطالبون اليابانيين ان الكرة خارج المجال. إذن هي خارج القرار. النقطة للفريق الياباني وأصبح الفارق أعتقد نقطة الآن. وهذه كرة قوية شوف تعود الآن فرصة لليابان. يرجع يرجع إلى ما كان كان يا ما كان هذا اليابان فان. يا الصين احذر احذر عودة اليابان. هي فرصة يا تصيدها وتتعشى فيها يا تروح تقول يلا يا اليابان تعال ولا خلص. الرابع مباراة شدت في شوطها الثالث ولا زالت. وهذه عموما نرجع الآن ونشوف ونتابع والفارق لا زال نقطة. والإرسال صيني طويلة يشيلها الياباني خلفيا لا سريعة عطها 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 على الماشي. يا شي شوف شلون حطها شوف 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 سهله
يبي ينزلها عليهم تنزيل. شوف 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 ما يبي 16. يلا يا اليابان، يلا يا الصين، من اوه وين ابو الغذايف؟ ابو الغذايف راح. خلونا نشوف، يمكن نتاكد اكثر. 17 16، وهذه طويله قويه شالها. الان يرجع اليابان، يرجع اليابان، خذها بالقوه، خذها بالقوه. غير ياباني، ياباني من يروح من يخلص طويله برا. ايش فيهم؟ شدت الكرات سلك لي خلاص. دور الأربعة، استراليا تنتظر الهند 3-1. استراليا فازت على باكستان 3-1. خلفية حلوة وقوية. لا راح، راحت بعيد، راحت. تعالي أمل الصيني قائم أيضا. واحدة ثنتين، يعني على فكرة اللمسة اللي هناك واللمسة، هو خبير جايبينه. اعتقد شكله ايطالي، ايطالي برازيلي ما ادري. والحائط لكن لم ينجح. اصبحت 19. شوف 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 شوف، والكره الى خارج الملعب، فارق نقطه. من يفك التلاحم والانفراد في هذا الشوط؟ حطها، حطها يوكي. شايفين؟ حطها على طول يوكي، خدع فيها لاعب المنتصف. من يخلص؟ من يخلص؟ من يروح؟ يلعبها فوجي، تعو. الله، الصيني القوية. شفنا كرات يابانية رهيبة، التسعة على الإرسال الصيني يا شن يو. يو شالها البرو، هذه حلوة، أسقطها في لمس الشبك. هذا تعلق في الشبك. متر وسبعة وتسعين يا أخي، وين رايح يا أخي؟ يعني أنت يعني ما فكيتنا شرك بعد، لا اللي فتنا ولا فكيتنا. هذه كرة قوية، وتعود الآن صينية، وحاط صد ارتاد. العماني لمس الشبك. شوف شوف شوف، من هو اللي لامس؟ من هو اللي حاش؟ هو الاحتكاك الأخير هذا. تعادل لا تقدم صيني. 21-20. من يخلص؟ هذه شالها، شالها الليبرو. قوية قوية، حلوة وقوية، جيدة جيدة. متر وستة وثمانين يا جماعة، من يزيد؟ من يعطي؟ اونو ديرة، اونو ديرة، اونو ديرة. يلا يا ديرة، ديرها 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 عدل. راحت فرصة يابانية، يابان، لكن حائط صيني عظيم كبير. كانت فرصة يابانية، وصلت وصلت، لكن هناك رادار قوي في المرصاد. الصين تتقدم الآن. ناوي، ها ايش قلتك؟ راحت خلفية هناك، عطى المدمر، عطى فيها تتش. هذا المدمر، هذا القصير يأتي بكرة قوية. شوف 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 شوف، لامست وعدت. راح، خلصوها خلصوها، هذه قوية من الإرسال المدمر. تعود أوه، هذه ضيعت الصين، لأن اللعبة يعني عارف لو أن الكرة في حائط وراحت ومني نقول غير لائق أبدا في العلالي. لا، المدمر على الإرسال للفريق الياباني. شوفوا 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 المدمر السوى، دمر الحصون. يأتي من بعيد، والله مو منك، من اللي هناك وراك. هذا هذا ما يعني من بداية المباراة لم ما قاعد راحة بصراحة، ما قاعد راحة. الشات شوت، إرسالات قوية. هذه كرة اليابان، اليابان، اليابان إلى الأربعة، اليابان إلى الأربعة. وهذه وين؟ هذه خلفية، عط 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 على المدمر، عط المدمر. خلاص خلاص،
اليابان إلى أستراليا بكرة متقابلين في دور الأربعة. إذن مبروك اليابان، هارد لك للصين، لكن الصين راح يتغيرون في قادم الأيام وراح تشوفون. متابعينا أينما كنتم عبر قنواتكم قناة الكاس الرياضية، لكم مني التحية، محدثكم غزائي العنزي، على أن نلتقي غدا إن شاء الله في أيامنا المباركة. يوم الصوت والصورة إلى الزملاء في الاستوديو، وطبتم وطاب مساكم، والسلام عليكم ورحمة الله.